أهمية بعض المرافق العمومية وازديان لافتاتها بالخط التيفيناغي هي أهم ما ميز ثالث أيام الاحتفالات الرسمية لرأس السنة الأمازيغية بباتنا ليتواصل ربط الأمس باليوم. هذه العملية تاع تعميم تدوين الأمازيغية في وجهات المرفق العام أيضا مشروع نستمر في تجسيده، ونشكر السيد ولي ولاية باتنا أيضا لهيئ كل الظروف لنجاح هذه الاحتفال وهذه الخطوات العملاقة التي جسدناها في انطلاقة سنة جديدة 2021، مناسبة باش نفولوا الخير والهناء لبلادنا. المعارض والندوات والورشات التكوينية مستمرة فضلا عن العروض الفنية، وحتى لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا العيد نصيب، فالتيفيناغ ألقى بظلاله على كتابة البرايل. محطة تاع احتفال يناير في باتنا ناجحة بامتياز، ونقول علامة كاملة لولاية باتنا. هذه هي رمزية تاع عيد يناير، أن نزرع الأمل ونزرع البسمة في كل فئات المجتمع. نجاح التظاهرة في هذه الطبعة أعطته المشاركة القياسية لمختلف الجمعيات والناشطون في التراث الأمازيغي، أعطوه نكهة زادت في عبق المناسبة عطرا على عطر.